عرض المعارض مرة ثانية، نصور نقلش. في الكويت معرض الذهب، نشوف في أشياء ما غطيناها. مصنع الصايغ للمجوهرات عليه طلب كثير. السلام عليكم. السلام. كيف احوالكم؟ من الكويت ولا البحرين؟ الكويت. الكويت. فاتنا. وين محلكم بالضبط بالكويت؟ سوق الذهب المركزي. يعني سوق الذهب المركزي؟ اي نعم. شلون الشغل معاكم؟ الحمد لله. يا ربي لك الحمد. اتمنى لكم التوفيق. اجمعين يا رب. انت 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 ذهب صافي كذي سهل الممتنع من غير تعقيدات. التوفيق ان شاء الله. كم سنه لك تشتغل بالذهب؟ من 99 بالذهب. ما شاء الله. لما كان الليرة 18 دينار. مكان كم؟ لما كان الليرة 18 دينار. الليرة يعني كم جرام؟ 7 جرامات وربع. 745 دينار. اي اذكر اذكر. الحين الكيلو كم؟ 23؟ 23 يعني تحرضنا نشتري ذهب يعني ولا ما نشتري؟ والله بارتفاع الذهب والله تشتري مو خسارة. والله. والله اي وقت تشتري. صحيح صحيح صحيح. يلا خلنا شو ادرس رايك اشوف. حياك الله. سعد البيت اشتري ذهب اي منك؟ حياك الله. تبيع سبايك؟ سبايك تبيع لك سبايك. في موجود عندنا سبايك في الكويت 50 جرام. زين احنا انا اذا جيت لك في اي وقت اقول لك ابي ابيع تشتري ولا انت مخير؟ اقول لك كيفي. لا على حسب الماركت. بس نشتري لا مخير احنا طبعا يمكن ما عندنا كاش. انت تشوف النازل السوق ولا طالع ولا كذا. ما غير من يشتري يشترون. الحين يجيب لك واحد تشتري انت مغمض. الحين مغمض. مجوهرات الكندري. How are you? Where are you from? India? Dubai. You come from Dubai to this exhibition to go back to India to no, Dubai. MashaAllah. How is work? Okay? Good. Good. I hope. Wish you good luck. Thank you so much. Bye bye. نشوف بحرين. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الله يسلمك. ترى قاعد اصور. البحرينيين جاي من البحرين. ما شاء الله مسيطرين. احنا في السوق الذهب تخصصكم. لا تعال خلكم تخصصكم ذهب. انا لما جيت معرض الكتاب ذيك المره ما شفت ولا خليجي، يمكن شفت سعوديين. بحرينيين مو موجودين. حق الذهب كل البحرينيين جايين. ظاهر تركزون على ذهب اللولو. اللولو. احنا اللولو. شلون الشغل معاكم؟ الحمد لله. يا رب. معرضكم عندكم محل بالكويت ولا بس بحرين؟ لا بالبحرين بس. جاهز. جمال عالي. اتمنى لكم التوفيق يا رب. وياك حبيبي. يلا السلام عليكم. معرض علي صفر من البحرين.
حياز. أناس مطر أناس مطر تيرين تيرين السلام عليكم. هم من البحرين جماعة بحرينيين متخصصين بالمجوهرات خليفة بن ناعم البحرين أيضا الذهب واللولو. في أرض المعارض الذهب بالكويت ونغادر